بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب آخر من كتاب الكافي الشريف في كتاب التوحيد، يدعى هذا الباب باب في إبطال الرؤية، لأن اليهود والنصارى وكذلك جماعة كبيرة من العامة يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يرى، يمكن أن يرى، ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى يظهر نفسه للمؤمنين في يوم القيامة فيرونه، وقد رووا أنهم يرونه كما يرون البدر في ليلة تمامه وكماله. وحيث أن هذه العقيدة لا تنسجم مع الواقع والحق، ولا تنسجم مع الآيات القرآنية، وإنما أخذوا هذه العقيدة من بعض الآيات المتشابهات، فاختلط عليهم الأمر، ولذلك كان على الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن يبينوا الحق والواقع مستدلين بالكتاب وبالسنة الصحيحة التي لم تنالها التحريف، وبالعقل لإثبات أن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأرفع من أن يرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا السبب الأساسي لهذه العقيدة غير الصحيحة في إمكان رؤيته سبحانه وتعالى هو أن الإنسان بطبعه يميل إلى الماديات، ولذلك نشاهد أن الإنسان في طول التاريخ كان يعبد الحجر والشجر والمدر، أو إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى كان يجعل لعبادته مظاهر مادية، يعبد تلك المظاهر المادية لتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك أقوام كانوا يعبدون الأصنام لاعتقادهم بأنها هي الله سبحانه وتعالى، وأقوام كالعرب الجاهليين كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، وكانوا يقولون كما حكى القرآن الكريم عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لأن العقل إذا كان محدودا وأفق العقل لم يكن أفقا وسيعا، يحصر كل شيء في الأمور المادية. فتارة إذا مستوى العقل كان متدني جدا ينكر الغيبيات والماورائيات والميتافيزيقيات، وإذا كان المستوى شوية أرفع يقبل الميتافيزيقيات ولكن يؤطرها بإطار حسي محسوس، وكذلك في ضمن الإطار الذي يعيشه الإنسان. مثلا الإنسان باعتبار جسم مادي، حينما كانوا ينحتون الأصنام كانوا ينحتون الأصنام بشكل بشر يحبونهم أو يعتقدون بهم، كانوا يعتقدون أن هذه الصورة هي صورة الله سبحانه وتعالى لأنهم يحبون صاحب الصورة أو يعتقدون به. فهذا نوع من هبوط المستوى العقلي. فجاء الأنبياء لمحاربة هذه العقائد الفاسدة. طبعا محاربتهم لهذه العقائد الفاسدة كان عن طريق بيان فساد تلك العقائد
من جهة، ومن جهة أخرى بيان العقيدة الصحيحة. فالإسلام حينما جاء آيات القرآن الكريم وثم الرسول صلى الله عليه وآله بين تلك الآيات وفسرها، وبعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء بينوا الصحيح من العقيدة. ولكن المشكلة التي حدثت أن الذين دخلوا في الإسلام أكثرهم دخلوا في الإسلام عن كبر، يعني ناس كانوا كبار قد تكونت شخصيتهم الفكرية والعقلية. والإنسان إذا تكونت شخصيته الفكرية والعقلية حتى إذا غير دينه، فإن تلك الأمور التي كان يعتقد بها وهو في دين سابق، تلك الأمور تبقى بقوتها، قد يتغير بعضها ولكن الكثير منها يبقى، وتظهر تلك الأمور نفسها في مواقف متعددة. الآن نحن نشاهد النصراني الذي يسلم، هذا إلى أن يتخلص من جذور النصرانية بحاجة إلى زمان طويل وجهد جهيد. وكذلك العكس، إذا مسلم لمصلحة أو لسوء فكر أو لانخفاض مستوى، إذا تنصر تبقى الجذور الإسلامية موجودة فيه. وهكذا من يغير مذهبه، نحن شاهدنا ناس غيروا مذهبهم لكن جذور المذهب السابق لا زالت باقية فيه. أحد المؤمنين من المتشيعين نقل عنه يقول هو كان بالأساس متوهب ثم تشيع، يقول: كنت لفترة طويلة حينما أذهب إلى الأضرحة المشرفة وأزورها كان هناك حاجز نفسي بيني وبين التوسل بأصحاب تلك الضرائح المشرفة. لماذا؟ لأنه الفكر الوهابي يعتبر من يجعل الوسيلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى من الأولياء، إذا كانوا أمواتا يجعل هذه الحالة من الشرك، متناسين قوله تعالى في آيات متعددة: وابتغوا إليه الوسيلة. وهذه الوسيلة ليست عملا وإنما أشخاص، لأنه في آية أخرى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء يدعون الملائكة ولكن الملائكة هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم، يعني أي تلك الوسائل. وهنا لم يقل أيها وإنما قال أيهم، يعني هؤلاء ذوي عقول يعني من البشر، أيهم أقرب. على كل حال، والأحاديث الصحاح دلت على ذلك، هذا الرجل كان يقول: إني كنت لفترة طويلة أشعر بوجود حاجز نفسي بيني وبين التوسل. لماذا؟ لأنه كان قد امتلأ فكره بالفكر الوهابي، وهو الآن نظريا اعتقد بخطأ ذلك الفكر، ولذلك استبصر وتشيع، لكن جذور ذلك الفكر بقيت موجودة عنده إلى فترة طويلة، إلى أن الله سبحانه وتعالى هداه أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذي اهتدى الله سبحانه وتعالى يزيده هدى. فالشاهد أن العرب الجاهليين هؤلاء كانوا يعتقدون بالأصنام، وعقلهم وفكرهم ونفسيتهم عجنت بعبادة الأصنام وحب تلك الأصنام. فلما أسلموا، إسلام الكثير منهم لم يكن عن قناعة، وإنما حدثت موجة في الجزيرة العربية بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وآله مكة، فهؤلاء جاءوا وأسلموا، ورؤيتهم للرسول صلى الله عليه وآله الذين بقوا منهم في مكة كانت لفترة قصيرة، سنتان أو 3 سنين، وكثير منهم أسلموا ورجعوا إلى أماكنهم. وكان هناك منافقون أيضا موجودون، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم
نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، إلى آخر الآية الشريفة. فالرسول صلى الله عليه وآله بيّن العقيدة الصحيحة، وبيّن الأخلاق الفاضلة، وبيّن الأحكام الشرعية بقوله وبعمله. لكن الأكثر من هؤلاء الذين أسلموا، حتى الذين أسلموا عن قناعة وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولم يبدلوا ولم يغيروا، لكن الكثير منهم تخلصهم من الجذور الجاهلية كان في فترة طويلة أو بصعوبة. فلما حدث أن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أقصي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو باب علم الرسول صلى الله عليه وآله، أقصي عن السلطة واستلم السلطة ناس يعترف العامة أنفسهم في كتبهم، وهم يعترفون كما روت العامة عنهم في كتبهم أنهم ما كانوا يعرفون كثيرا من آيات القرآن، عن هذه الآية وفاكهة وأبا، عن معنى الأب كلمة في القرآن وليس في أعماق معاني القرآن واستنباط الأحكام الشرعية منه، لا كلمة أبا ما هي معناها؟ قال لا أدري. وكثير هم العامة نقلوا في كتبهم أن عمر بن الخطاب كان يفتي على المنبر بفتوى تخالف الكتاب العزيز، وكان أحد الصحابة أو بعض الأحيان بعض النساء كانوا يذكرونه بآية، فكان يقول كل النساء أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال. وهكذا عثمان، يعني كثير من ظاهر القرآن ومن الأمور الواضحة من القرآن ما كانوا يعرفونه، وانشغلوا أيضا بأمور أخرى وأقصوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بل جيء بأمثال كعب الأحبار اليهودي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، بدل أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن في المسجد كان يقرأ عليهم التوراة. فمن هذا الباب كثير من الإسرائيليات دخلت في روايات بعض الطوائف الإسلامية، وحتى دخلت في كتبهم الصحاح بعد ذلك. زين، فأنت عندما ترى أنه الجذور الجاهلية لم تقلع، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الرسول كان يذكر، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل له السيطرة على قلوبهم ليغيرها. وبعد ذلك أقصي باب علم النبي صلى الله عليه وآله عن السلطة، فمن الواضح أنه دخلت كثير من عقائد اليهود والنصارى في عقائد بعض المسلمين، وكذلك بعض الأمور الموجودة في التوراة والإنجيل أيضا دخلت في عقائدهم. ومن جملة تلك الأمور مسألة الرؤية، أنهم توهموا أن الله سبحانه وتعالى يرى، وتمسكوا ببعض الآيات المتشابهة وتركوا الآيات المحكمة، يعني الآية المحكمة لا تدركه الأبصار، هذه آية محكمة لا يمكن للبصر أن يرى الله سبحانه وتعالى. آية محكمة أخرى، الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى ويقول لن تراني، لن لنفي التأبيد، للأبد لن تراني. آية محكمة أخرى، ولا يحيطون به علما. وهكذا آيات محكمات أخرى، ليس كمثله شيء. تركوا هذه الآيات المحكمة وتمسكوا بآية متشابهة، وتلك الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه هي نظرة، عليها نظرة النعيم، بهجة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تصوروا أن معنى إلى ربها ناظرة أنها ترى الله سبحانه وتعالى، وهذه آية متشابهة، بل معنى هذه الآية تفسرها الآيات الأخرى المحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب،
وأخر متشابهات. أصل الكتاب هي الآيات المحكمة يرد إليها غيرها، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فتمسكوا بهذه الآية المشابهة، مع أن معنى هذه الآية إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها منتظرة، أن هذه الوجوه تنتظر لرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن في يوم المحشر هو مبتهج لأنه يعلم بأنه ناج. الآية الشريفة تقول وأزلفت الجنة للمتقين، يعلم كتابه بيمينه وهو مسرور، نوره يسعى بين أيديه بين يديه ومن خلفه، كما في آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك. فهو منتظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ليدخله الجنة. وعكس ذلك الغاوون الضالون المنحرفون، هؤلاء حالة البؤس على وجوههم ظاهرة. لماذا؟ لأن كتابهم أعطي من وراء ظهرهم ولا نور لهم، قد اسودت وجوههم وبرزت الجحيم للغاوين. فإذن إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها منتظرة. كما نحن نقول بهذا التعبير، نقول مثلا إن الملك نظر بعين رحيمة إلى رعيته، أو انظرنا بعين رحيمة، ليس بمعنى أنه انظرنا يعني انظر إلينا بمعنى الرؤية، وإنما بمعنى ارحمنا، هذا هو المقصود. فعلى كل حال هؤلاء ضلوا في هذه العقيدة الأساسية، حيث جسموا الله سبحانه وتعالى، لأن الرؤية تلازم التجسيم. وسنقرأ في أبواب في روايات هذا الباب كثيرا من الأحاديث تستدل بالقرآن وبالسنة وبالعقل، وترد الأدلة التي هي مغالطات بالأساس يستدلون بها على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى. فننتقل الآن إلى الحديث الأول من هذا الباب. هذا الحديث يقول عن يعقوب بن إسحاق قال كتبت إلى أبي محمد، يعني الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما الصلاة والسلام. يعقوب بن إسحاق رجلان في ذلك الزمان، أحدهما ابن السكيت، ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق، من كبار أدباء العرب، وكان شيعيا، ولأنه كان من كبار العلماء في الأدب اتخذه المتوكل معلما لولديه. فما كان يدري المتوكل أن ابن السكيت شيعيا، إلى أن بلغه أن ابن السكيت يتشيع، فاستدعاه وسأله سؤال، هل ولداي هذان أفضل أم الحسن والحسين؟ لأن المتوكل كان ناصبيا وقضاياه معروفة، أمر بحدم قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لمرات، فلما رأى أن الهدم ما منع الزوار أمر بحرث القبر وبإجراء الماء عليه حتى يزور أثر القبر، وأمر بقتل زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وهكذا فعل ما فعل إلى أن أراح الله العبادة والبلاد منه بأن وثب عليه مجموعة من الأتراك فقتلوه. على كل حال، فلما سأله هذا السؤال المتوكل سأل ابن السكيت، فأجابه ابن السكيت. يبدو أن ابن السكيت رأى أنه لا مجال للتقية. لماذا؟ لأن المتوكل كان رجلا طاغوتا
وقد علم بتشيع ابن السكيت، فكان قد قرر قتل ابن السكيت. وحينما أنت مطمئن بأنك تقتل، لا مجال للتقية، لأن التقية هي لحفظ الدم، لحفظ العرض، لحفظ المال العظيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. هاي الآية القرآنية الصريحة في ذلك، ولفظ التقية موجودة في الآية، إلا أن تتقوا منهم تقات. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، في سورة غافر، يكتم إيمانه، لأن التقية هي إبطان الإيمان وإظهار خلاف الإيمان لحفظ النفس أو حفظ العرض أو حفظ المال. لكن إذا أنت تعلم بأنك مقتول لا محالة، سواء كتمت أو لم تكتم، سواء أظهرت أو لم تظهر، مقتول لا محالة، فلا معنى للتقية في هذا المحل. فلعل ابن السكيت علم بأنه مقتول لا محالة، لأن المتوكل كان طاغية وقد بلغه خبر التشيع، وكان يقتل على الظنة والتهمة ولا يراعي إلا ولا ذمة. لذلك ابن السكيت بكل شجاعة قال: بل قنبر مولى علي بن أبي طالب، مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قنبر كان غلام أمير المؤمنين، عبدا له، وكان أسود. بل قنبر خير، بل تراب نعل قنبر خير من ابنيك ومنك. تراب حذاء قنبر أفضل منك أنت المتوكل ومن ولديك. فأمر المتوكل بأن سلوا لسانه من قفاه، أن يقتل بهذه الطريقة، فقتل. هذا الشخص يعقوب ابن إسحاق، الشخص الأول، ليس هو الذي سأل الإمام العسكري في هذا الحديث، وإنما السائل كان رجل آخر، كان فيلسوفا، وهو يعقوب ابن إسحاق الكندي. وهذا الرجل كان بالأساس ضد الدين وضد الإسلام وضد القرآن، وكتب كتابا بزعمه تناقضات القرآن. فلما بلغ الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام خبر هذا الكتاب، أرسل أحد أصحابه ليسأل سؤال واحد. فلما ذلك الصاحب ذهب وسأله هذا السؤال، يعقوب بن إسحاق الكندي فكر لحظة وقال: هذا السؤال ليس منك. ممن؟ فذكر أنه من الإمام العسكري. قال: نعم، هذا السؤال من ذلك البيت صدر، وسؤال واحد أبطل كل كتابه. لذلك كان هناك نار، لعله كان في الشتاء يتدفى بها، فألقى الكتاب في النار وأحرقه. فهذا يعقوب ابن إسحاق الكندي كتب كتاب إلى الإمام العسكري يسأله سؤال، ولعل تلك الواقعة كانت بعد هذا السؤال، ولعل سؤاله كان سؤال امتحاني، يريد يمتحن الإمام العسكري. لماذا؟ لأنه في ذلك الزمان، في زمان الإمام العسكري، لأنه الغلبة كانت لهؤلاء الذين يعتقدون بأن الله جسم وأنه يرى، والمتوكل كان قريب ذلك العصر، قرب من يدعون أصحاب الحديث اللي الوهابيين الآن، هم امتداد لأولئك كأحمد بن حنبل وأمثاله. فكانت هذه الفكرة شائعة، وهناك روايات موضوعة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الفكرة كانت شائعة، أن الله سبحانه وتعالى يرى. فلذا هذا الكندي يعقوب بن إسحاق لعله سأل هذا السؤال عن الإمام العسكري ليمتحن الإمام العسكري، أنه هل يقول بالمقالة السخيفة التي يقولها هؤلاء أو لا. والإمام العسكري استشهد وعمره 28 سنة، يعني حسب الظاهر هو في سن الشباب، وحسب الظاهر الناس في هذا السن قليلا منهم يصلون إلى الدرجات العالية من العلم. فلذلك كان سؤال اختباري ليرى علم الإمام عليه الصلاة والسلام.
فهو يروي قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه؟ أنت لا ترى الله فكيف تعبده؟ زين، لو واحد كان من هؤلاء المجسمة كان يقول: لا، نحن نرى الله سبحانه وتعالى ولكن في الآخرة، وأما الآن فالله سبحانه وتعالى احتجب عنا. لكن الإمام عليه الصلاة والسلام جاوب بجواب مقتضب، لأن الرجل كان فيلسوف، ما كان بحاجة إلى تفصيل في الجواب. والإمام في سطر واحد بيّن للجواب الكامل في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه ليس من شرط العبادة الرؤية، فإن شكر المنعم واجب سواء رأيته أم لم تره. يعني إذا احنا نتنزل الآن، إذا واحد أكرمك بإكرام لكنك لم تره، أرسل لك مالا عبر واسطة، أو خدمك خدمة ولكن هذه الخدمة ما كانت تستدعي أن تراه، أنت في الشرق وهو في الغرب، هل تشكره أم لا؟ نعم تشكره، لأنه ليس من شروط الشكر المنعم رؤية ذلك المنعم. هذا الأمر الأول، فليس من شروط شكر وجوب شكر المنعم رؤيته. الشيء الثاني، النقطة الثانية، إن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يرى، لأن الشيء الذي يرى هو الجسم، والله ليس بجسم، الله خالق الجسم، كما في الأحاديث الأخرى سنتطرق إلى هذه النقطة بتفصيل. الرؤية تقتضي سطوع النور على جسم وانعكاس النور إلى بصر الإنسان فيرى، والله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون جسما وأن يصيبه نور وأن يرجع هذا النور عنه لكي نراه. والنقطة الثالثة، الإمام يعرض بهذا الفيلسوف أن معرفتنا ليس كمعرفتكم أنتم الفلاسفة، أنتم جمعتم بعض الأمور وبعض الأوهام وبعض الأدلة العقلية، خلطتم بعضها ببعض وتوصلتم إلى نتيجة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة، ولكن نحن استقينا علمنا من المنبع الصافي، من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله استقى علمه من الله سبحانه وتعالى، فعلمنا يقين لا شك فيه، وما تسمونه علمكم شك لا يقين فيه في كثير من الأحيان. فالإمام عليه الصلاة والسلام جاوبه فوقع يعني جواب كتبي: يا أبا يوسف، جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى. سطر تضمن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. جل يعني الله أجل وأعلى، لأن الجلال بمعنى العلو والارتفاع. جل سيدي ومولاي والمنعم علي، هنا يشير إلى النقطة الأولى، المنعم علي، شكر المنعم ليس بشرط أن تراه، الله منعم علي فلذلك أعبده، لأن السؤال كان كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه، الجواب ما دام هو منعم علي فأنا أعبده حتى لا أراه. النقطة الثانية، جل الله أعلى وأجل من أن يرى. ثم النقطة الثالثة، والمنعم علي وعلى آبائي. لماذا خص الإمام علي وعلى آبائي؟ الله سبحانه وتعالى منعم على جميع البشر، ولكن المقصود نعمة خاصة. المنعم علي وعلى آبائي يريد الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له إن علمنا مستقى من رسول الله ومن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بهذا العلم. سطر واحد تضمن هذه المطالب، وكل مطلب إذا أردنا أن نشرحه في مجال كثير، ولكن لأن الطرف كان فيلسوف هذا السطر الواحد كان يكفيه. جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى، يعني من أن يرى. أما الغير حيث أخذوا علومهم من هذا وذاك
شرقوا وغربوا ولم يأخذوا علومهم عن آل البيت وعن الرسول صلى الله عليه وآله فضلوا وأضلوا. هذا السؤال الأول الذي سأله، وبعد ذلك سأله سؤال آخر، أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى الأسراء والمعراج هل رأى الله سبحانه وتعالى كما كانت تزعم بعض الطوائف؟ فالإمام أجابه أن رسول الله في المعراج لم يرى الله، وإنما رأى آيات الله الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسألته السؤال الثاني، هل رأى رسول الله ربه؟ فوقع يعني أجاب إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب، رأى ملكوت الله، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عظمة الله سبحانه وتعالى الرسول رآها بعينه وأدركها بقلبه، لأن بعض الأحيان يصير تخيل، الإنسان لم يرى شيئا يتصور أنه رآه. بعض الأحيان إحنا نرى شيء نشك هل رأيناه أو رأينا غيره. لذلك في سورة النجم، وسنأتي في تفسيرها في الحلقة القادمة، الله سبحانه وتعالى يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني الرسول رأى الآيات العظيمة وفؤاده قلبه صدق ما رآه، لم يكن تخيلا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالجواب إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه، يعني رأى بعينه وقلبه صدق ما رآه بعينيه. ما كذب الفؤاد ما رأى، أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو الحديث الأول، ونحن في هذا الحديث وفي شرحه اختصرنا أدلة إبطال الرؤية، وسيأتي في الأحاديث القادمة هناك حوار وجدال ومناقشات بين الأئمة عليهم الصلاة والسلام وبين بعض أهل الضلال في هذا المجال، والأئمة يستدلون بالقرآن وبالسنة الصحيحة وبالعقل على ذلك، إن شاء الله سنتكلم عنه في حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.